عقود وزارة الكهرباء لجور سابقا بال 2019 حولنا عقود مضت على خدمتنا 13 سنة و 14 سنة من ذاك الوقت لهالوقت. احنا ولد الوزارة، احنا عندنا خدمة سنين، احنا عراقيين. اذا يقولون انتم عراقيين ومحسوبين علينا نريد حقوقنا، مو عراقيين خلي يقولون لنا مو عراقيين حتى نطلع نشوف لنا غير دولة ننضم لها حتى نتهم حقنا وين. ناشد وزير الكهرباء، ناشد السيد مصطفى الكاظمي، حقوقنا تثبيت على ملاك الدائم، 5 أشهر بلا راتب، انتاج توزيع نقل، و7 أشهر بيهم. يعني احنا ورانا عوائل، ورانا مستحقات كلها ميوده من يمنا. زين احنا صارنا 13 سنه و14 سنه، ليش هاي خدمتنا هيجي؟ ليش ما محسوبه؟ عندنا كنا اصابات عمل عندنا، يعني كلنا هذول اللي دشوا مو واقفين زين، يعني اكثرتهم اصابات عمل بالقران. كره ما عندهم يجون عمي، كره ما عندهم يجون. اذا قالوا لنا انتم عراقيين ولد الوزاره نحسبكم عمي محسوبين علينا بكم خيط الدرف. زين انا خدمتي من 2006 لحد الان 2020 هسه صار لي 15 سنه ما متثبت على الملاك الدام. شي تانون بس ادفشم، شي تانون شنو اللي يبدون شنو اللي يبدون. زين رواتبنا ماكو 5 أشهر كلها ايجارات، كلها صاحبين ايجارات، شنو مين ننطل العالم؟ كلها مستحقات مبيوده من يمنا. يعني مو يعني كنا عندنا اصابات عمل وكنا احنا والموظفين وكنا يا اخي ليش هيجي؟ زين انت من عيت لك 90,000 موظف ما عندك فلوس تعطي. زين شلون عينتهم؟ زين مو هيك يا اخي، ويا مو هيك يعني بالله العظيم. العالم بزعت عم، العالم تعبت، نكت، ما عندهم مصرف يومي، ما عندهم 5 أشهر بلا راتب. اي مسؤول، اي وزير، اي مهندس يقبل على نفسه 5 أشهر بلا راتب؟ ما حد يقبل. لا تقول لي ما حد يقبل موظف ملاك 55 يوم انقلبت الدنيا. احنا عقود موظفين عقود وزاره الكهرباء كنا قدامه. زين احنا مو جدد، مو صرنا شهرين جينا شهرين جينا، ما صرنا شعب وشعبين من الجنة. عمي صرنا 13 سنة و14 سنة و15 سنة، يعني أبصر شيء قوتنا الراتب مدى حصله. إذا أنا راتب مدى حصله ناشد مصطفى الكاظمي، ناشد سيد وزير الكهرباء ينظر من قضيتنا، عندنا كتاب على الحذف والاستحذاف يشوف كتابنا وين وصل. يعني أنا ناشد سيد وزير الكهرباء، إحنا أخوتك، إحنا ولدك، إيش تعتبرنا؟ اعتبرني بس نريد انظم قضيتنا يا سيد وزير الكهرباء، جزاك الله ألف خير، احنا اخوتك الصغار، احنا ولدك، بس شوفوا لنا حل. يعني بزعنا، ويعني كل البوب طبقناها، كل المسؤولين رحنا لهم. عقود وزارة الكهرباء القدامى اللي مضت على خدمتنا أكثر من 12 سنة وبدون راتب، بدون مستحقات منذ خمسة أشهر بدون مستحقات. احنا جينا اليوم هنا باب الوزارة هاي للمرة الرابعة على التوالي بعد ما عانينا من شركة بغداد، هو وقفنا هناك بتوزيع بغداد وما سوونا حل. احنا اليوم هنا باب الوزارة، احنا أول شيء كتابنا مثل ما تفضل الوزير، وزير الكهرباء رفع بينا كتاب المجلس الأمانة العامة من رئيس الوزراء المحترم الأستاذ مصطفى الكاظم، ولحد الآن ما مصوت علينا. احنا عندنا درجات حذف واستحداث، احنا عندنا درجات حذف واستحداث، المفروض هاي درجات حذف والاستحداث تنطيها للأحقية اللي الناس اللي عندها خدمة، الناس أصحاب خبرة. احنا لحد الآن أنا اللي أحكيك، أنا أقل واحد بيهم عندي 11 سنة خدمة فعلية وتماس مباشر مع الكهرباء. فاحنا لحد الآن بدون راتب خمسة أشهر، وبالمناسبة احنا عندنا تخصيص مالي، يعني هذا على لسان وزارة المالية والست طيف. لحد الآن ماكو أي رد مقنع. شوفوا احنا هنا من الساعة 8 الصبح طلعنا الناطق باسم الوزارة الأستاذ أحمد موسى وتحدث معانا وقال أنا راح أوصل صوتكم للوزير وإن شاء الله أرجع لكم بنتيجة. هاي الحكي احنا منتظرين أحمد موسى، وعدنا بساعة ولحد الآن صار ساعتين احنا منتظرينه بالشمس، وحاليا الساعة 12 الظهر، واليوم درجة الحرارة 48 واحنا تحت أشعة الشمس مباشر. على مود ناخذ قوت يومنا بينطونا اياه، قوت يومنا. احنا راح نبدي حاليا احنا سلميين، واحنا طبعا من اول يوم لهذا اليوم احنا سلميين، بما انه هي دائرتنا وهي وزارتنا واحنا نعمل بيها. فالوزير يتغير، احنا ثابتين الوزير يتغير، فلازم الوزير من يجي يعمل بإنسانية،
يعني الوزير لازم يعمل بانسانيه. انت انطي مستحقاتنا. احنا صار 5 اشهر بدون رواتب، واحنا احنا احنا تماس مباشر مع الكهرباء. احنا راح نبدا بخطوه التصعيد، انا اقول لك حتى ما اخفيك، نبدا بخطوه التصعيد. اذا ما استجابوا لمطالبنا راح نبدا بخطوه التصعيد، انا اقول لك اياها من هسه. صار لنا 5 اشهر ملينا، اصحاب عوائل طقت رواحتنا، هاي النساء قاعده، هاي الشباب شنو ذنبهم؟ والله حرام. مصطفى الكاظم الناشدك، الناشدك احنا صار لنا 5 اشهر، كل واحد 13 سنه و14 سنه و15 سنه، والله عيب، والله زحمه، والله حاره عمي، والله ملينا، واحنا نعمل على الشبكه وهاي الشباب كل اصحاب عوائل. يا ناس يا عالم، يا اللي بوا علينا، يا اللي وصل صوتنا. 14 سنه خدمه يعني عمي، خلي واحد يطلع عنا، خلي واحد يشوفنا، احنا ولد هذا الشعب، لو من احنا افغانيين، ولد ابو دياله خليجي. لا لا خلي، احنا اصحاب خدمه طويله عمي، احنا نعمل على الشبكه، هاي العالم كله اصحاب عوائل. شنو انا بظهري هسه انا جاي؟ شنو عراق انا لو مو عراقي؟ عمي والله العظيم عيب عليكم، والحسين زحمه. صل على محمد عمي، والله العظيم ملينا، طقت رواحتنا، كفيلك هو العباس. صدق تحكي انت كذب؟ تنزل لنا شوفوا لك دوله، هاي عالم كل اصحاب عوائل، هذا الزلمه اشوفه على المقطع ادمع علي، هاي العالم ليش؟ شنو ذنبه بالعار؟ شنو؟ ليش؟ صدق تحكون كذب؟ يا مصطفى الكاظم يعرض حلفك باسل بغداد، عليك موسى بن جعفر، شوف قضيتنا، عليك موسى بن جعفر. عم هاي النساء قاعده ليش؟ مو عيب؟ ماكو غيره؟ الله يبارك فيك. نحن عقود وزارة الكهرباء القدامى، الأجور سابقا مجموع العدد الكلي 8743 عقد. نحن نطالب بالتثبيت على الملاك الدائم أسوة بالعقود السابقين اللي تثبتوا، وحاليا صار 5 اشهر بدون راتب. نحن نطالب وزارة الكهرباء، والآن متظاهرين أمام وزارة الكهرباء، وممكن نصعد إلى اعتصام أو عصيان مدني. والله حاليا نزل الناطق الرسمي باسم الوزارة، نطانا وعد وصعد ولحد الآن ما نزل، ودنا ننتظر احنا لحد الآن. وهاي دشوف الخلفي المتظاهرين، أخوتي وأنا واحد من عندهم، نطالب براتب صار 5 اشهر لحد ما مستلمين. ما وعدنا اي شيء، قال راح اصعد للوزاره وانزل، وراح بعد ما طلع لحد الان ننتظر، ممكن يجي وممكن ما يجي، ما نعرف. عقود العراق ككل، مو بس فقط بغداد، نجي نتظاهر هنا ونسوي اعتصام ونسد باب الوزاره لحين تحقيق المطالب. واحنا ما رايدين غير بس حقنا، احنا رايدين رواتبنا، احنا قدامه. انا صار لي 13 سنه من عقد، من اجر وبعدين صرت عقد للتوضيح اكثر. هاي الوقفه الاحتجاجيه اليوم خرجنا امام وزاره الكهرباء، نطالب بمستحقاتنا لمده 5 اشهر بلا راتب. احنا مو يوم ويومين متعينين بهاي الوزاره، احنا صار لنا 11 سنه و12 و13 و14، وهن الفلوس مالتنا حتى تفاليس، عيب واحد يحكي بيهن، يعني مبالغ مو ضخمه، حتى والله الوزير يصعب عليه يأمنهن. احنا عددنا 8743، احنا مشكلتنا مستعصيه صار لها سنتين، احنا المفروض نثبت ويا ال 33000 بموازنه 2019. قصونا من يمها وضافوا علينا صحوات هسه بالعافيه عليهم، احنا ما لنا علاقه بهاي الامور، المفروض انه احنا ان الاولويه. الوزير جزاه الله خير، يعني هم تنحسب له هاي السالفه، انه رفع بينا مذكره للسيد مصطفى الكاظمي يطالب بدرجات الحذف والاستحذاف، ما يحتاج الى تخصيصات اموال وهاي، لان هو عندنا اليوم متقاعدين طلعوا من الوزاره يغطون بدالهم موظفين يصعدون، هذا قانون الخدمه موجود. السيد مصطفى الكاظمي هاي صار 4 جلسات مجلس وزراء المذكره قباله،
عندنا تواصل ويا مستشارينه، عندنا تواصل ويا مدير المكتب مالته، عندنا تواصل مباشر مع السيد حميد الغزي الامين العام. مسالتنا محيره ليش ما اعرف. فاحنا اليوم خرجنا هنا قبال الوزاره نطالب مستحقاتنا ونريد حقوقنا. احنا ما اليوم جايين حتى يفضلون علينا، احنا حقوقنا هاي 5 اشهر وعندنا احنا امور تصعيدية. احنا للعلم احنا نرتبط بلجنة وهاي اللجنة هي اللي تقودنا، تقول صعدوا صعدوا، تقول قعدوا قعدوا، براسة الشيخ والي الاسد الحبيب، محافظاتنا كلها منتفضة، الجنوب والوسط بغداد، وان شاء الله مستمرين حتى ناخذ حقوقنا من يومهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا اليوم قبال الوزارة، هاي طبعا المتظاهرة الثالثة على التوالي. احنا اليوم نطالب بمستحقاتنا، هي الراتب والتثبيت على الملاك الدائم. احنا اليوم عندنا خدمة اكثر من 13 سنة، نرجو من المسؤولين النظر لاولادهم العقود القدامى. طبعا احنا كنا طبعا فنيين ودارين خدمة فعلية 14 سنة بالكهرباء، وكنا دنداوم تحت اشعه الشمس مباشر ويتماسل ويا الكهرباء. فنرجو من المسؤولين النظر الى اولادهم. احنا لحد الان مظاهراتنا سلميه، بس اذا يظلون هيجي ما يباعون على اخوانهم وولدهم من العقود، احنا طبعا طبعا مظاهراتنا حتصعد والله العظيم. رجاء رجاء يا حكومه، احنا اخوانكم وولدكم، عندنا خدمه 13 و14 سنه عليكم بالعقود القدامى، لان احنا اصحاب عوائل. وهسه انتم مدة تقولون ضلوا بالبيت، زين احنا ذات راتب مدة تعطونا، شلون نضل بالبيت؟ من خلال قناتكم الموقره نريد يوصل صوتنا، وجزاكم الله خير الجزاء. استنادنا توجيهات اللجنة المركزية لعقود وزارة الكهرباء بإدارة الشيخ الحبيب وائل الأسدي اليوم وقفة احتجاجية مقابل وزارة الكهرباء، المطالب عدم تسليم راتب منذ 5 أشهر، التثبيت على الملاك الدائم. لحد الآن وقفة سلمية، واقفين مقابل الوزارة منا لحد ما ينزل لنا واحد من الوزارة. إلى ما نزل واحد من الوزارة راح يصير التصعيد، والتصعيد حال حال اللجنة. شو تقرر اللجنة أنا أسوي بعد؟ شو سوي اللجنة أنا أسوي؟ 5 أشهر بدون راتب يقبلها الوزير، 5 أشهر ما يستلم راتب يقبلها الملاك، 5 أشهر ما يستلم راتب، 52 يوم ما استلموا راتب الملاك، الدنيا حرقوها اعتصامات، ووقفوا باب شركة بغداد. ومع العلم مهندسينا ما متعاونين ويانا، لا مدير الشؤون الفنية، لا مدير فرع الصدر، لا بالرصافة، لا بالكرخ، ما متعاونين ويانا. يريد من يمي شغل بس هو ما يطين اللي اريده من يمه، مثل ما انت تريد من يمي شغل انا اريد من يمك نطينا حقي. ما اطالب من يمك انا ولا جاي اجدي من يمك، انا ما اريد بس غير حقي. ايجارات عوائل عندنا لحد الان لم يستجب لنا اي واحد. نطالب منك التسارون التدخل في قضيتنا، نطالب من الاستاذ حسن كريم الكعبي البارسة، هو أسر اللي سوى اللجنة. نطالب من يمك اليوم اللي انت في قضيتنا اليوم، لان انت اللجنة مال وزارة الكهرباء اليوم. انت مو تقول انا جاي وزارة الكهرباء على مود حل اللجنة مالتكم، اليوم انت موجود نطالبك بهذا الشغل اليوم. حسب توجيهات اللجنة المركزية لعقود وزارة الكهرباء برئيسها الأستاذ وائل الأسدي، خرجنا مظاهرات سلمية
عندنا مطالب لحد الان ما حد مستجيبها، لا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولا سيد الوزير رفع كتاب بينا على الحذف والاستحذاف، وما حد يوافق عليه. عندنا احنا التاس 7 أشهر بدون راتب، 7 أشهر بدون راتب، وخدمتنا طويله تعدت ل 14 سنه، يعني الى متى؟ احنا كليتنا ما عندنا كرمه، ما عندنا نجي لهنا، وين لمن نتجه؟ وين نروح؟ خلي واحد يبغى بقضيتنا، الى متى تظل هيجي؟ خدمتي انا خدمتي 6 سنوات عدي، وكل شيء ماكو دبجونا ويا جدد عينه وبالفساد مالتهم 90,000، 90,000 احنا شنو ذنبنا دبجنا وياهم؟ خلي يعطوني حقوقنا 7 أشهر بدون راتب، من ما يقبلها؟ الملاك 10 أيام تاخروا قلبوا الدنيا قلب، الما احنا باقي هنا، يعني هسه احنا من الساعه 8 هسه الساعه 12، لا حد طلع عنا ولا حد شافنا، شنو هنا احنا مو عراقيين؟